السنين الاخيره كنعيشوا عشنا يعني بزاف ديال الاحداث الرياضيه، هذا واحد منهم لانه فارس حمد فارس واحد من العباقره العماقره ديال الكره ماشي غير المغربيه بطبيعه الحال الافريقيه والعربيه، واسم كبير وزعما واحد اللي انا كنت واحد من المحظوظين اللي لعبت ضده في البدايه ديال المشوار ديالي. بطبيعه الحال هذا عرس كروي وكنتمناو نشوفوا يعني بحال الاعراس هذا، لان مثل هاد اللاعبين هادو اللي عطاو الكثير للكره المغربيه، لانه عمالقه ديال الكره. ملي كنتكلموا على الحاج فراس فهو عملاق من عمالقه كره المغرب اللي عطى الكثير للكره المغربيه، ومن اللاعبين اللي الحمد لله فرحونا في كاس افريقيا الوحيده اللي كنفتخروا بها ديال 76، وكان بين هذوك اللاعبين الكبار. بطبيعه الحال فهذا شرف لي كبير باش نكون حاضر اليوم في هذا العرس الكروي، هذا عرس ديال الحاج احمد فراس. فبطبيعه الحال خصوصا حضور فريق مثل فريق لاعبين سابقين ديال برشلونه، وكنظن بانه كان شي ملعب كبير كرة كان ملوء عن اخره، لكن رغم ذلك فهذا شكر كبير للمسؤولين ديال شباب المحمديه اللي انسان اللي كيستاهل هذا العرس الكروي. كنشكروا على كل معطى الكره المغربيه. حقيقه الانسان انسان كانسان هو خلوق متواضع، اخلاق عاليه وعطى الكثير كره القدم المغربيه، فالحمد لله جاء الوقت باش نكرموا هذا الراجل شيئا ما متاخر، ولكن احسن نكرموا كاع اللاعبين السابقين اللي عطاو كثير كره القدم المغربيه. وفارس تنعرفوا اول كره ذهبيه مغربيه اللي توج بها هو اللاعب احمد فارس، فهذا شرف لنا كبير باش نكون حاضر في هذا العرس الكروي. نتمنى على الله باش الناس المسؤولين ياخذوا العبره من السي هشام عثمان اللي حقيقه تحمل جميع الاتعاب ومن ماله الخاص باش ينظم هذا العرس الكروي. تنشكره جزيل الشكر، نتمنى على الله باش يكون هذا مثل باش لاعبين اخرين اللي عطاو كره القدم المغربيه الكثير تما يتقاضوا بهذا الشكل ويعترفوا بالجميل اللي عطاو كره القدم، لان تعطي واحد العبره وتعطي كذلك واحد الامل للعناصر الشابه اللي مستقبلا تولي لاعبين كره القدم، بان كاين بعد كره القدم كل اعتراف بالجميل. حقيقه انا فرحان من نكون حاضر، لان اللاعب كما قلت لكم اولا لاعب كبير وانسان خالق. Let's go.